الجميل في هذه الاحتفالية، في هذه التحية، أن دمشق تحتضن أبناء حلب ليوجهوا تحية إلى مدينتهم عبر قلب العروبة النابض دمشق، لأن دمشق تمثل دائما جوهر المعنى السوري، لأن سيف الدمشقي يمثل دائما نبض المعنى السوري. نحن في هذه الاحتفالية نلقي الضوء على حلب، حلب الفن، حلب الجمال، حلب الشعر، حلب الأدب، حلب يعني الفن التشكيلي، حلب التي قاومت بجمالها كل هذه البشاعة وقاومت بروحها كل هذا العنف وكل هذا الظلام. حلب أنا برأيي جرحت كتير، تستاهل منا أن نوقف شوي على الأقل. إذا ما حكينا عن ما تغنينا بالماضي، نحكي عن المستقبل كيف لازم ترجع، كيف لازم تكون. أهم شيء أنه تضل بالذاكرة. اليوم حضرتك إذا رحتي على المدينة القديمة وشفتي الدمار وشفتي الخراب، إذا رحتي شفتي العالم كيف عايشين، بصراحة بتقولي هي البلد يمكن ما بترجع بخمسين سنة. أكيد أنا متأكد، أنا رحت كذا مرة وتعرضت لقطع طريق ومن هالحكي، بس في شيء جوا بتحسي انه رح يرجع عن قريب. بتعرفي شو هذا الشيء؟ اذا بحثتي عليه كثير رح يطلع انه الفنون بحلب هي اللي بتساعد ان شاء الله. يعني نقدر نبعث رسائل لمن يهمه الامر، خصوصا انه ندوي اليوم عن حلب، وحلب كما تعلمون تعاني. فيعني الله يقدرنا نوصل رسالة حب من حلب لكل العالم، ونسلط الضوء على ما تعاني حلب وكيف لازم نقف معه. نحن كمركز تربوي للفنون معنيين بأي فعالية بتصير، لأنه نحن قلبا وقالبا موجودين ونتفاعل مع أي حدث بصير، ومنقدم دائما أشياء بتناسب نوح المناسبة لحتى نوصل صوت معين. يعني بطريقتنا، بطريقتنا هي الغنى، والغنى هي غناء إحساس، هو فن وعزف. فمنأثر أكيد ومنعمل شيء أكيد. وكأطفال، الأطفال دائما يعني هن الصدق، هن هو معيارهم أو هو دافعهم دائما.